السلام عليكم أينما كنتم متابعي برنامج كورة، مشاهدي قناة الفرات ومستمعيها عبر الأف أم. هذه تحيتي علي سالم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة غير مباشرة. سيكون معي ضيوف فيها الزملاء حسين البهادلي الإعلام الرياضي. مرحبا بك حسين. مرحبا بك زميل علي وبجميع مشاهدي قناة الفرات. حياك الله الزميل أحمد الغراوي الإعلام الرياضي، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك وبزميل حسين البهادلي. حياك الله. مشاهدينا الأكارم، الأبرز العناوين. هادي أحمد: لا نثق باللجنة الأولمبية وهي سبب دمار الميناء. الزوراء يؤكد مشاركته في دوري أبطال آسيا ولا صحة لما تحدث به عضو الإدارة قاهر الموسوي. البطولة الرباعية في السعودية تثير جدلاً بين الأوساط الصحفية والإعلامية. مختصون يبدون اعتراضهم على قائمة كاتانيش المشاركة في البطولة الرباعية. أرقام محترفينا في الدور الإيراني تسجل نجاحاً مهماً، وكرار جاسم الأفضل بينهم. وليد الزيدي: بعد كل إنجاز للصقور تظهر أصوات تحاول النيل من الفريق. فيصل عزيز يجدد التحدي: لا وجود للتزوير في منتخب الناشئين. نعيم صدام: أحمد خلف لا يستطيع قيادة المنتخب الوطني ولا يمتلك إنجازا يذكر. لجنة المسابقات تقرر إيقاف الدوري أيام الفيفا دي. خمسة محافظات من الجنوب والفرات الأوسط تطالب بتشكيل لجنة مستقلة مشرفة على الانتخابات باللجنة الأولمبية. تقرير الزميل رياض العقيلي من واسط. يبدو أن العملية الديمقراطية في البلاد عرجاء في شتى المجالات، ومثلما أن الانتخابات السياسية لم تفرز حكومة تخدم تطلعات المواطن العراقي على مدى الأعوام الفائتة، فإن الانتخابات في الأوساط الرياضية لم تكن بحال أفضل، ما أدى إلى تدهور الرياضة العراقية، الأمر الذي شخصته الاتحادات الرياضية في العراق وبدأت بحراك لتصحيح المسار عبر جملة من الاجتماعات التمهيدية كان الأول في البصرة وها هو الثاني في واسط قبيل الذهاب للاجتماع الرسمي في النجف الأشرف بعد أيام. اجتمعت اليوم أندية الفرات والأوسط والجنوب اللي هي أندية كربلاء والنجف والبصرة والكوت والديوانية والعمارة في محافظة واسط تأييدا لاجتماع أندية البصرة اللي طالبت باللجنة الأولمبية المتمثلة بالسيد رعد حمودي بإيقاف الإجراءات بالانتخابات الاتحادات المركزية وتشكيل لجنة مستقلة قد تكون من هيئة نقابة المحامين العراقيين أو خبراء مستقلة بعيدة لتدقيق الهيئات العامة للاتحادات المركزية حتى تكون انتخابات نزيهة. الفترة اللي الماضية يعني اللي عشنا بها احنا كرياضيين وعملنا سواء يعني في الاتحادات أو عملنا في الأندية يعني كانت فترة عصيبة، فترة أنا أعتبرها فترة مظلمة جدا، يعني خلت من القوانين، خلت من الدعم، خلت من أمور كثيرة جدا، صارت بها تدخلات كثيرة، صارت بها أمور ما تسر لا العدو ولا الصديق. ولهذا طبعا هو الخلل اللي من كل هذا هو في الأندية الرياضية. آلية إجراء الانتخابات يجب أن تصحح، يعني كفى اجتهادات ارتجالية، اجتهادات شخصية على رغبة ذاك وهذا، على رغبة زيد أو عمر. فلذلك نحن اجتمعنا في محافظة واسط من أجل تصحيح مسار الحركة الرياضية. الاجتماع الذي امتد لساعات طويلة خلف الأبواب لم يسمح لوسائل الإعلام بتغطية ما دار فيه، وخرج بتوصيات عديدة تليت عبر بيان رسمي. قرر المجتمعون من ممثلي الأندية في محافظات واسط، بصرة، ميسان، الديوانية، كربلاء المقدسة، النجف الأشرف على النحو التالي: أولاً، اعتماد مقررات اجتماع أندية البصرة كمقررات الاجتماع ممثلي أندية الفرات والجنوب المجتمعون في محافظة واسط بتاريخ 2/10/2018 والموافق على هذه المقررات. ثانياً، يتقدم المجتمعون بالشكر لممثلي أندية النجف لتوجيههم الدعوة لممثلي أندية العراق للاجتماع في مدينة النجف الأشرف يحدد لاحقاً. ثلاثة، سوف تكون هناك مقررات حول آلية انتخابات الاتحادات وكذلك تشكيل لجنة مشرفة مستقلة على الانتخابات في مؤتمر الأندية التي ستقام في محافظة النجف الأشرف لاحقاً. من مدينة الكوت، رياض العقيلي، الفرات. حياكم الله من جديد مشاهدين الأكارم. محور برنامج كورة هذا اليوم عن البطولة الرباعية في المملكة العربية السعودية والحديث عن الجنبة الإعلامية تحديدا واستدعاء 100 إعلامي لهذه البطولة، والبداية من هذه الصور مشاهدين الأكارم اللي راح تعرض على الشاشة وهي مدخل لمحورنا لهذا اليوم. هذه الصورة الأولى الموضحة أمامكم، هناك مقاطعة من بعض الإعلاميين الرياضيين وعلى رأسهم الزميل أحمد الغراوي ضيفي في برنامج هذا اليوم.
ولحد الآن ما نعرف شنو أسباب المقاطعة، وإن هي مذكورة في هذه المنشورات للزميل أسر علي والزميل أحمد رحيم. خلي البداية من يمك يا أحمد الغراوي، شنو الأسباب، شنو الدوافع بصراحة لمقاطعة السعودية وبطولة السعودية ومنتخبك مشارك فيها؟ يعني ما أعرف وين الضير بالموضوع. أول شيء يعني أعتقد هو رأي شخصي، يعني ما أعتقد أكو واحد يقدر يحكم لي أنه أروح أو ما أروح. حلو. أنا أشوف أنه يعني ذهابنا للسعودية بهذا الكم الهائل من الإعلاميين بنوع مخفي من القصد السعودي لعكس الصورة السلبية اللي لدى الشعب العراقي عن السعودية. اتخذنا هذا القرار أو اتخذت هذا القرار باعتباري أنه أحد الإعلاميين المستوفي الشروط اللي أقرها الاتحاد بأن يكون إعلامياً ولديه هوية نقابة، كل هذه أنديان حتى الخبرة في المجال الإعلامي. أشوف أنه ذهابنا إلى السعودية بهذا الكم الهائل راح ممكن أنه يعني يتخلخلها بعض التقصير في نقل صورة حقيقية عن السعودية وعن مقاصدها في الرياضة وفي السياسة وفي كل يعني جوانب الحياة. أعتقد أنه السعودية أرادت أن تعكس صورة لدى بعض الأقلام الشابة الجميلة الصحفية العراقية بأن تنقل صورة إيجابية للسعودية لدى المواطن العراقي. لو راح أحمد الغراوي لهذه البطولة راح يملون عليك تعطي صورة إيجابية للسعودية بصراحة؟ يقدرون؟ لا ما يقدرون. بعد شنو المشكلة؟ انتفى السبب هنا، أروح وما أعطي صورة إيجابية، أنقل اللي أشوفه. هاي واحد، هاي واحد، خلي أكمل لك. اثنين، موقف السعودية، هاي في منشوركم، موقف السعودية المعادي للعراق. وأنا وياك يمكن أتفق بهذه الجملة، ولو مو من حقي أتبنى، مع منتخب الشباب، مو من حقي أتبنى، لكن منتخب الشباب اللي شفته قبل يومين راح أتفق، تعرض إلى لكن الموضوع السياسي يا أحمد شنو علاقته بالرياضة؟ أنت في تقارير، في مباشرات كثيرة تقول أفصل الرياضة عن السياسة، واحنا نتفق ان السعوديه كان لها موقف برفع الحظر عن الملاعب. يعني انا اعتقد ان اعلامي رياضي صحيح، بس انا هم مواطن عراقي امثل المجتمع، امثل عشيره، امثل اسره، امثل اهلي، امثل اصدقائي في السعوديه. لا رحت، ما اعتقد انه انا روحتي راح ممكن اقدم شيء، يعني راح اروح اكون سلبي على البعثه صراحه. حلو، موقف وطني مهم من الزميل احمد الغراوي، وما عندكم هذا الموقف. حسين تضحك لاجابه احمد الغراوي، يعني احمد وطني وانت مو وطني بهذه المفردة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبدايه خلينا نوضح انه يعني تواجدنا هنا مو دفاعا عن اي دوله او عن اي شخصيه رياضيه او اعلاميه او سياسيه، بقدر لا ما احنا رايحين لعيون الدوله ولعيون منتخبنا، بين قوسين هو العراق والمنتخب. حلو. العراقي، إذا أنا قاطع السعودية بسبب مواقفها المعادية الموجودة، فأقدر هم أقاطعها وما أروح بعد للحج، لأن يعني الحج هو موجود في السعودية ومواقف السعودية المعادية، فحتى الحج يقدر يعني أنه عندي سبب أنه ما أروح للحج وقاطع مثل ما نقول الموسم الحج. الموضوع إحنا خلينا نركز على موضوع، الموضوع هو أن هنا في العراق سفارة للسعودية موجودة بعلم الحكومة العراقية، وتوجد سفارة عراقية في السعودية، وتوجد علاقات رياضية ما بين الشعب العراقي، ما بين الاتحاد العراقي والاتحاد السعودي. وقبل أيام كان المنتخب السعودي موجود هنا في العراق في البصرة تحديدا، وهذه المباراة بالنسبة إلي وبالنسبة للشارع الرياضي كانت هي الحجر الأساس لرفع الحظر عن الكرة العراقية. فلذلك أنه أنا من أجي أدخل مواقف الشخصية أو مواقف يعني أريد أسميها أنه مواقف سياسية أو أجبر عليها بالرياضة أي شخص أقحمها. يعني ما معقولة أنه هسه إحنا نحدد الإعلام الرياضي، مع كل احترامي وتقديري الأحمد والأحمد رحيم والصديقي أزهر، أنه نحدد الإعلام الرياضي بثلاث أشخاص. ما إحنا أكثر يعني بالنسبة لنا اتحاد كرة القدم أكثر من 250 طلب وصل من إعلاميين موجودين في العراق من أجل الذهاب لتغطية البطولة، مع التأكيد على أن السعودية فقط أرسلت دعوة رسمية، دعوة رسمية من يذهب إلى السعودية يتحمل تكاليف الذهاب. زين، ماكو طيارة خاصة راح تجي من السعودية تنقلهم، ولا راح تكون هناك يعني هذا الموضوع مشابه لموضوع تواجد الإعلاميين السعوديين في البصرة اللي تواجدوا أكثر من 50 إعلام سعودي، وكان العراق يعني فتح لهم أبوابه ومن إجوا للعراق. أنا لحد الآن يعني متأكد أنه من رجعوا للسعودية نقلوا صورة مغايرة عن كانت ما موجود في مخيلتهم، وأنا سألتهم وأحمد سألهم، والدليل أحمد منشوراته عندما كان موجود المنتخب السعودي في البصرة، منشوراته كلها دارك يا الأخضر. شنو اللي تغير هسه؟ أنا ما أعرف. يعني أي شخص يكون متعارك وياك أو متخالف وياك ويجي تخلي بيتك تقوم ما تتعارك وياه،
زين لازم تعكس اخلاقك بس تعامل باخلاقك من تعامل انت وصلت من صورتك دارك يا اخي انت من يا اخي اكو مثل يقول عامل الاخرين باخلاقك لا باخلاقهم انا عاملت بس ما مجبور اخذ صور وياهم وانشرها بالفيسبوك ليش ما مجبور؟ وانت تصنفهم مو مثلك انا مو مثل اخلاقك اللي هي معادية انا اقدم له الضيافه واقول له انه انت ببلدك بس انت منشوراتك موجوده كانت في انت منشوراتك اللي سمع 20 منشور ومنشور واحد وياك جيد خلي تعامل بهذا المنشور وموقفك نبيل انا ضيف جاينك ونتعامل معاه باحترام واحسسه انه في بيته بيتي. لكن شنو اللي شفته من الوفد السعودي اللي اجى للعراق اتحدث رياضيا شنو اللي شفته اي يعني ما ممكن اكو عداء للعراق من اعلام من الاعلام السعودي الرياضي اكو عداء للعراق مو بشكل عام لا بشكل خاص اكو بس كعام مثل ماكو يعني اللي اجوا خلينا نتحدث عن اللي اجوا اخذت يعني وياهم صوره ونزلتها بالفيسبوك شلون كان موقفهم من العراق انا بصراحه اتصلت مع مو اتصلت يعني التقيت باحد السعوديين يعني قال معقوله هاي البصره معقوله هيش ناسها متفاجئين مو استاذ العزيز عبد العزيز الرئيسي اللي هو صحفي سعودي طلع بالتلفزيون شتم رئيس الاتحاد تتذكرون هاي الحادثة صحيح نتذكرها وتجاوز على العراق ولما اختارنا أرضنا إيران اجى للبصرة وكان متواجد بالبصرة عبد العزيز المراسل وكنا سألناه على الموقف والرجل قدم اعتذار وقال أنا ما كنت تعرفت الإعلام طبعا. الإعلام سلاح ذو حدين يا أما أنه أجمل الصورة يا أما أنه أشوه الصورة ماكو حد يعني فاصل إحنا إعلاميين ونعرف هذا الموضوع من إجوا الإعلاميين السعوديين عن قرب وشاهدوا هذا الموضوع رجعوا للسعودية شفنا البرامج اللي بعد المباراة مع العراق والسعودية وشفنا التوجه الإعلامي شفنا تويتر شلون تغير بالنسبة لتوجهاته بالنسبة للعراق بالنسبة للوضع الأمني بالوضع الاقتصادي صار انفتاح صار هناك يعني أنا بعد هذه المباراة صار في البصرة ملتقى عراقي سعودي اقتصادي معروف يعني في البصرة أنا أتحدث رياضيا ما أتحدث سياسيا أنت تقول السعودية لها مواقف معادية للعراق الكثير من الدول شاركت في دمار هذا البلد الكثير من الدول أرسلت انتحاريها الكثير من الدول شاركت في قتل خيرة شبابنا صح بس أنا دا أتعامل ويا موضوع رياضي بحت البطولة الرباعية وهي بطولة تضم منتخبات السعودية والأرجنتين والبرازيل من حقي أنا كإعلامي أرافق منتخب بلدي صحيح. في هذه المباراة في هذه البطولة ما يصير أنه أنا من أروح لحكون أنه أنا مساند للسعودية أو مساند لقطر أو مساند هذا أنا مساند فقط لبلدي وهو العراق ومن حقي أن أتواجد في البكان الذي يسمح به أنت تسأل نفسك ليش السعودية أصرت على مشاركة العراق ليش يعني حتى وصل المرحلة أنه يطلون فلوس حتى بس نلعب لا هي الفلوس راح تكون لكل المنتخبات خلنا نعرف المشاركة ليش يعني ما مفكرين بيها أكيد أنت تعرف بغضا بدول أخرى بغضا بشخصيات شنو علاقتي خلي تروحوا بغضا بدول أنا استفاد أنا بغضا بقطر سميها ممكن لخلافهم ممكن مع قطر ممكن أنه شافوا أنه ليش هم قطر إجا السعودية شنو علاقتي أنا ما أعرف يعني مصائب قوم عند قوم شنو علاقتي لا لا مو فوائد ما يريد يجر العراق إلى ما يريد يعني يريد يجري الرياضة العراقية لا ما يريد الرياضة العراقية باعتقادي تعرف انت حتى الملعب اللي اهدوه للعراق بصراحة صفقت يعني للتركي آل الشيخ من قال احنا نبني ملعب وراح نجي يعني بس بعدين فكرت لها قلت اكو شيء يعني مو كل شيء يعطيك اياه صفق له زين اكو في الصورة بالمناسبة كان اكو معسكر تدريبي مو كل شيء يعطيك اياه منتخب الناشئين في قطر قبل ذهابنا الى ماليزيا فالتقيت ببعض الشخصيات القطريه اللي زارونا من الاتحاد القطري قال لجنه الارث والتطوير اللي موجوده عندهم اللي مسؤوله على تنظيم مونديال 2022 قال اجرانا وفد من الاتحاد الدولي الفيفا فعندهم ملعب اسمه يعني ما اذكر اسمه يعني ما يحضرني قال هذا الملعب بعد ما راح تخلص كاس العالم هذا مهدا للعراق يتم تفكيكه واهداء للعراق من قطر من قطر وهي شيء معروف زين وين ذا انا خلي انا المهم انه انا سياستي وحده وسياستي متوازنة السعودية تريد تبني الملعب قطر تريد تبني الملعب المهم أنه أنا كمنظومة رياضية أنه أنا أتعامل بتوازن مع الطرفين إذا أنا علاقتي جيدة بالجميع السعودية هي مو إذا علاقة العراق كانت جيدة بالجميع رياضيا باعتبار اختصاصنا وين المشكلة يا أحمد إذا أخذ ملعب من قطر وملعب من السعودية وأروح لقطر وأروح للسعودية المشكلة أنت رايح القطر لو ما رايح رحت طبعا ليش القطر تروح ليش للسعودية تروح قطر راح تبعمل يعني ماذا هم عمل هذا راح تروح هذا أنا مخير بي يعني مو مجبر بصراحة هم جتك دعوة ورحت لقطر هم كان هم دعوة ما قطر هم كان وصفتهم بهذا الوصف المعادي موقف قطر لا قلت أنت ما جتك دعوة فحاولت إنه
تهرب من القضية قبل ما توقع بال. ليش ما جتك هسه؟ أنت قبل شوية ذكرت أنت بلسانك قلت أنا كل الشروط متوفرة. إذا أقول لك أكيد اللي راح ما يروح أحمد ولا يروح أحمد رحيم ولا أزهر، راح يروحون اللي. هنا نفس الموقف بين قطر والسعودية، ليش أحمد الغراوي راح لقطر؟ ما عمل يا حبيبي أكتب عمل. هذا هم عمل أحمد. شو العمل رايح بيان؟ ترى منتخبك راح يشارك في بطولة رباعية بين الأرجنتين والبرازيل. قناتي قلت يعني. أنطتني الشروط إن أروح لقطر وأعمل برامج رياضية هناك. بس ما شفنا ولا برنامج رياضي. أنت متابع قناة الرشيد سابقاً تشتغل بها طبعاً إذا أريد أنطيك إياها. فرحت رحت تونس، رحت الإيران، رحنا مصر، أكيد كل الدول. بس أنا بصراحة أنا على القناعة عن نفسي إنه السعودية. زين زين. ما أعتقد إنه. أكان الأولى. زين قطر أنا مع احترامي طبعاً. طبعاً هذا الموضوع هذا الموضوع أنا أقول لك الأمثال تضرب ولا تقاس. انت رحت القطر بعمل. طيب اذا قناتك هسه تقول لك روح للسعوديه تروح؟ طبعا اروح. اذا انت مجبر اكون مو مجبر انت موقفك انت تقول انا موقف وطني ومنشوراتكم تقول مواقف وطني. اي مجبر اروح مجبر يا جاي جاي يقول لك هذا واجب من قناتي يا احمد حتى نعرف ندير اروح لا حلو حتى على اساس الموقف الوطني طبعا خل اسال سؤال اليوم احمد الغراوي واحمد رحيم وازهر علي تحياتنا لكم جميعا انت اليوم ما تمثل نفسك اليوم احمد اعلامي عندك جمهور وتؤثر بالفيسبوك ما تريد تروح للسعوديه ما انشر وازرع الفتنه بهذه هاي غلطه خطاكم انه نشرت صحيح هو غلط هو غلط انه انشر في الفيسبوك لان حتى تعرضت الى غلق الصفحه من اساسه والله خلوه الصفحه مالتي بتبليغات مجموعه تعرف انه للامانه انا صدق حتى اللي يسالني ليش ناشر فقط منشورات ازهر واحمد رحيم كتبت احمد الغراوي بالفيسبوك ما طلع يعني هو هسه الغلط الوحيد لان انه نشرت هي يعني المفروض كان ما انشر مثل بس اكو وراي نشر تحتفظ به وما تنشر بالمناسبه اكو وراي نشر هسه بالاخير قاسم الدراج تحياتنا له لا قاسم نشر على موقف على موقف راح نتحدث فيه بعدين راح نتحدث بموقف منتخبنا الشبابي اكو شخصيات طبعا علنا بس يعني بيناتنا مو للمواقع وهو هذا اللي اقوله اي صح هو هذا غلط كامل المفروض انه ما تنشر صحيح اكيد تحتفظ برايك حتى اثر على مع علاقاته وياه مع اصدقاء زعلوا تعاركوا وياه شنو زعلوا ليش تعاركوا ما هذا رايي ما اعرف تعاركوا وياه رايك محترم وجينا نناقشه انت يعني قالوا لي انت منعتنا من الذهاب هسه ليش منعتكم قبل ليش منعتكم قال مو انت قاعد تقصدنا بهذا المنشور قالك انت ما انا ما اروح انتم شايفكم بيه قالوا لا اكيد من راح نروح راح نكون احنا من هذول زملائنا يعني احمد و لا زملاء يعني صحفيين الصحفيين اللي كانوا يردون يروحون خليتنا موقف محرج يقولوا له هسه انت احنا لو نروح ونصير خائنين للوطن مو هيك؟ انا ما قلت خائن للوطن قلت ممكن انه تباع الاقلام العراقيه هذا اخي انا هسه بالعراق اقدر يعني بالعراق اذا انا نفسيتي مريضه واني بالعراق يقدرون يشتروني ما بالضروره انه اروح للسعوديه يلا يشتروني هذا الموقف اشتروك اكو واحد راح الدول باعت نفسها بصراحه صحفيين شفتها بعينك؟ شلون شفت بين الاعلام 10 سنوات بالوسط الرياضي شفت المصايب شلون واحد يبيع نفس او يبيع وطنه يعني يشتغل ضد شنو الاليه شنو الطريقه اللي تخليني اشتغل ضد بلدي حتى من اسافر لاي دوله شلون يعني مثلا انت تروح خلينا نقول روح للكويت للكويت جيد اي الكويت انت راح تروح هناك تقول عاش الملك عاش الامير ما متوازي تقول هاي الحكايات راح يقولوها اعلاميين ممكن او راحوا قالوها في السابق اكيد قالوها وحكوا صاحوا والله ما سمعت في يوم واحد انت ما سمعت لا انت سمعت جزء ما تقدر تقولها لان انت مو صاحب المكان انت اللي قاعد تحكي انا بالنسبه لي تقول مسامع. اذا انا اعرف سامع وتعرف وشايف اكو شخصيات سامع وما يحكي كاعلاميين تحكي اعلاميين وجمهور وشخصيات لا الجمهور ما نعرف لا كاعلاميين انا شفت واحد مره يعني كان وياي في مكان ما اي واحد ما تقدر انت تتعامل معه قال الله يرحم المذمين وهذا كان بالكويت الفهد معه في صباح الفهد ما يسمونه كلمه توازي تروح تترحم على شخص انت يعني ليش ما يترحم رحم ترحم اي الله يرحمه مو الله يرحم فلان الفلاني شكو بي والله رأي انت ما باع العراق ما خان العراق ما قلل من قيمه العراق اكو ناس هنا لحد الان يجون للعراق يتغنون بالعراق ما قلنا انه باعوا وطنيتهم او قوميتهم من يجون يتغنى هو بلدي انا إيه اتغنى بشعب اي بس ما تتغنى حتى من برر موقف مو حلو انت رايح بعنوان اعلامي عراقي لا تمدح لا امير حي ولا ميت ما لك علاقه انت رايح تمثل صح مؤسسه وتمثل وطن أروح لا اروح امجد ولا شيء لكن هذا التمجيد كان مقابل ماده احمد لو هدايا لو شنو والله ما اعرف ما اقدر اتنبخت على قولتهم لا عاد شوف ما اعرف بس هو ليش يقول هيك انا حتى بدي علاقه باعونا بس مو بس اللي خذوا اذا اللي داخل العراق السعوديه هاي نقطه حسين خلينا ناخذ نفسيا هذا الاتصال مع الزميل حسين الخرساني حياك الله استاذ حسين والحمد لله على السلامه السلام استاذ علي تحيه لك وشكرا لك وشارك وتحيه لك ولضيفك العزيزين وكل مشاهدي قناتنا حياك الله نتحدث اليوم
عن ذهاب 100 إعلامي إلى السعودية، دعاوى رافضة، دعاوى مؤيدة، وما بين الرفض والتأييد أريد كلمة من حسين الخرساني الإعلامي مو العامل باتحاد كرة القدم حتى ما نقحم المؤسسات بهذا الصراع. نعم، هو أعتقد يعني ما جل الاحترام اللي ما طرحه يعني هي ممكن شباب طوني صوت بالاستوديو رجاء، يعني قلة قليلة ربما لا تتعدى عدد الأصابع واحدة أو بالأكثر اليدين كانت رافضة ونشرت مثل ما شفنا بالجماعة أخواني والزملاء أصدقائي أيد فيه أحمد الغراوي وأحمد رحيم وأزهر طاهر موقفهم أزهر علي متسرع من أزهر علي عفوا يعني كان ربما يعني فيه الكثير من التسرع والدليل أنه الأخ أحمد الغراوي اعترف بخطأ في هذا الموضوع خطأ بالنشر مو بالموقف خطأ بالنشر فقط نعم خطأ في النشر أعتقد هذا الموضوع يعني كان ينبغي أن نرتقي بالحدث مثل ما نحن استقبلنا 59 إعلامي سعودي والإعلاميين السعودي رفعوا حتى يعني عقالهم للضيافة اللي شهدها العراق واللي قدمها لهم العراقيين في ملعب البصرة. أعتقد هذا رد جميل لا يمكن أن يفسر بهذا الموضوع بموضوع تكميم الأفواه أو موضوع شراء الذمم، موضوع عادي جدا، موضوع إعلامي يعني طالما يحدث يعني في كل المناسبات وفي كثير من المناسبات، ربما حتى كان الأخوة أحمد وزملاء كانوا حاضرين في نهائي كأس الأمير قطر في يعني مناسبة قريبة جدا، لكنه لم يشر أحد إلا أن هذا الموضوع في تكميم أفواه أو شراء ذمم. أعتقد الموضوع أكبر من هذا، إحنا إعلامنا يجب أن نرتقي، يجب أن يعني نمد عمقنا إعلامي عربيا وكل المجالات في نجد أن نقص. لكن بالمقابل أستاذ حسين يقول لك أنا هذا رأي أحمد الغراوي، ما من حقك أن تصادر رأي. أنا أرفض الذهاب إلى السعودية لمواقف باعتباري مواطن قبل أن أكون إعلامي. لا لا، الإعلام يجب أن يكون مسؤول عن كل ما يكتب، هو ليس مواطن يكتب على يعني عندما ننظر أنا وأنت ننظر إلى أحمد الغراوي الإعلامي ليس يعني لا يمكن أن نجزئ هذا الموضوع، يعني يجب أن ندرك أنه الإعلام مسؤولية تاريخية، يجب أن نفكر كيف نكتب وكيف نكتب ولماذا نكتب، لا يمكن أن ندع الأمور يعني على يعني سائبة بالشكل اللي ممكن تفسرها أو تذهب بتبريرات ممكن أن تؤثر على مجمل الرسالة الإعلامية اللي إحنا نبغيها. أتصور وجود 100 إعلامي في السعودية أعتقد هو مكتب كبير للعراق قبل أن يكون مكتب شخصي لأي أحد من الزملاء اللي سيكون حاضراً، باعتبار أنه الكثير ربما من التضريب الإعلامي اللي مورس ضد بلدنا منذ 2003 لحد الآن بحاجة إلى تفكيك وبحاجة إلى تواصل مع أخوتنا العرب وزملائنا العرب. جيد، خليني بالتفاصيل، شنو حقيقة 100 دعوة؟ اليوم تناهي لما سامعنا أنه 100 دعوة رايحة لوزارة الشباب بكتاب رسمي من هيئة الرياضة في السعودية، شنو اللي يصير؟ ما عندنا مشكلة بهذا الموضوع، إحنا يعني إحنا لم نتصرف كاتحاد كرة، لم نتصرف بشكل شخصي على هذا الموضوع، كان هناك اتصال بين السيد رئيس الاتحاد وبين مدير مكتب الشيخ يعني تركي الشيخ تركي الشيخ نعم. وعلى نعم على ضوءه تم التصرف. الآن إذا كانت الهيئة العامة لديها رغبة بأن ترد الجميل لوزارة الشباب والرياضة على أنها هي استضافت الإعلاميين، هذا ما عندنا مشكلة بهذا الموضوع مطلق. لا أرد أتأكد من المعلومة، من نعم المسؤول لا على لا أعتقد أي. لا أعتقد هذا الموضوع يعني لها دقة. قبل يومين كان هناك اتصال يعني مع الأخ محمد إبراهيم المنسق على الاتحاد في السعودية، نعم. وكان لديه اتصال بالأخ رجاء السلمي، رجاء الله السلمي اللي هو مدير مكتب المدير الإعلامي لآل الشيخ، جيد. وأكد أن كل الأمور طيبة ولا يوجد أي تغيير في هذا الموضوع، وسيكون هناك خلال يومين مقبلين يعني إنهاء هذا الموضوع بشكل رسمي عن طريق اتحاد الكرة، وبالتالي يعني الموضوع هو موضوع إعلامي حتى لا ندخل في مجال يعني إثارة الجدل ما بين دعوة الوزارة أو جهة الوزارة أو جهة الحاجة. شنو دور اتحاد الصحافة الرياضي؟ شنو دور نقابة الصحفيين بالموضوع؟ لو ما لهم علاقة بهذه لا لا هو تفصيلة. احنا كان
يعني فاتحنا الاخ خالد جاسم في وقتها، لكنه كان هو يعني كان عنده ظرف عائلي في وقتها، زوجته كانت نتمنى لها السلام ايضا لديها عمليه جراحيه. لكنه احنا ارتئينا حتى من خلال الدعوه اللي وجهت للمحافظات ان يكون هناك كل اللي ارسلت دعواتهم هم اعضاء في نقابه الصحافه، يعني في النقابه لهم نقابه الصحفيين الرياضيين، نقابه الصحفيين العراقيين. وبالتالي اعتقد ان وجود السيد محمد خلف اللي هو نائب رئيس اتحاد العراق والصحافه الرياضيه، وجوده ايضا كعضو سابق في الهيئه الاداريه، اعتقد انه هذا هو وجود ضمن موافقته. وبالتالي احنا حصلنا على موافقه الاتحاد العراقي للصحافه الرياضيه في هذا التصرف بشكل عام. يعني اللي راح يروحون فقط هم منتمين لنقابه الصحفيين استاذ حسين؟ انا يعني المفترض ان هذا الموضوع، يعني كل الاخوه اللي ارسلوا لنا، يعني انا لما كنت حاضرا في يعني اللي كنت انا منه شخصيا، لانه اعتقد انه هي كانت من اهم النقاط الموجوده ان يكون عضوا في الاتحاد العراقي او عضوا في نقابه الصحفيين العراقيين. وتم ارسال كل الاوراق الثبوتيه بهذا الشكل. السؤال الاخر، هذه الدعوه حصرا للاعلام والصحافه الرياضيه، لو يجيك مقدم برامج سياسيه اجتماعيه يقول لك انا امثل وطني واخدم وطني واروح؟ ابدا ابدا ابدا. احنا في قطاع رياضي مسؤولين عن الاعلام الرياضي، لا يمكن ان نسمح لاي احد من خارج القطاع الرياضي ان يذهب او يحتل يعني مكان لزميل اخر مهما كانت المسببات ومهما كانت الاسباب. حلو، تحياتنا للزميل حسين الخرسان، شكرا جزيلا لك لهذه المعلومه. لكن احنا معلوماتنا متقدم يمها انه الوزاره ايضا مستلمه كتاب من الجانب السعودي لقضيه تفويج الاعلاميين، وانا عدي هاي المعلومه حسين. لا اعتقد اول بارحه الزميل علي العطواني اللي مدير اعلام وزاره الشباب الرياضه ذكر بالمنطقه الرياضي انه ما مستلمين اي كتاب. يا ريت تتصلوا لي بالاخ علي العطواني، بالسيد احمد الموسوي، حتى نتحدث بهذا الموضوع. هو مثل ما قال ابو طيب العزيز اللي وجه له كل التحيه وقول له الحمد لله على السلامه وان شاء الله يا ربي يرجع سالم معافى ان شاء الله، انه هو مو الموضوع انه اتحاد كره القدم مسؤول على الاعلاميين او وزاره الشباب والرياضه، مو هذا الموضوع الاهم. الموضوع الاهم هسه في الوقت الحالي انه شلون راح ندخل بهذه البطوله نستفاد من عندها، عندنا كاس اسيا مستقبله. بس تعرف احنا الاعلام ندخل نفسنا في زوايا ندور على رياكشن وندور على انه ماده دسمه، لان ملينا من المنتخب الوطني. ضيف حسين البهاد اللي احكي شيء فني، وموضوعنا اليوم عجال. لا لا انا مو بالضروره انه انا موجود دا احكي، بس تعرف هو الموضوع صح اخذ الكثير من حجمه، وصار له اصداء. تروح للسعودية، ما تروح، تروح القطر. خليني أنا أسأل سؤال بعد. من 2003 منتخباتنا شو وقت بدها تلعب على أرضها؟ شو وقت؟ هسه بالجديد. ومرة مرتين صارت موضوع متفاوت. وين كانت تلعب منتخباتنا؟ قطر. قطر. إذا قطر قدمت مساعدات كبيرة للكرة العراقية. احنا بأرضنا ندفع فلوس حتى نلعب في ملاعبنا، تروح القطر تلقى كل التجهيزات وكل المنشآت هي بخدمتك. فقطر مساهمة إلى حد كبير في ما زالت لدينا كرة قدم. ولا أنت مدة 10 سنوات أو 15 سنة ما تلعب على أرضك، بكل دول العالم الرياضة أو كرة القدم تقل، بس إحنا بالعراق لا تزداد. فهذا الموضوع إحنا حتى أوصل لك رسالة إنه ما يهمنا إحنا موضوع قطر أو السعودية، مهمنا إحنا كعراق كاتحاد كرة قدم كرياضة شلون نطور نفسنا، شلون نستفاد. الخلافات إن شاء الله تروح وتموع وتذوب بين الدول، بس أنا أحافظ على حياديتي، أحافظ على علاقتي بالسعودية، أحافظ على علاقتي بقطر، أحافظ على علاقتي بالمجتمع الرياضي. ما أدخل نفسي في 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 موضوع إنه إحنا لازم ندخل صراعات. وأعطيك دليل على هذا الموضوع. في الفترة الأخيرة طلع لنا اتحاد جنوب شرق آسيا وقالوا العراق رايح استلم الاتحاد العراقي فلوس وحتى يروح جنوب شرق آسيا وكذا، وهذه الأمور صارت مشكلة منتخب الناشئين في المطار تذكرها، وكانت مهددة مشاركة العراق في بطولة غرب آسيا في الأردن، اللي تعرف اللي لازم إنه بطولة غرب آسيا حتى العراق يقول دليل إنه مو بس مجرد كلام إنه أني مشارك في غرب آسيا، لازم أروح. خلال يوم واحد تم تجميع المنتخب، تشكيل كادر تدريبي والذهاب لتأكيد إنه العراق
موجود ضمن غرب آسيا اللي احتضنت العراق منذ التسعينات هذا الاتحاد، وشاركنا فيه أكثر من بطولة. فهذا الموضوع أنه العراق والاتحاد العراقي، وأنا أؤكد على هذا الكلام، لم يرتمي لأحضان أي مؤسسة رياضية خارج حدود البلد، سواء كانت في السعودية أو في الرياض أو في الدوحة، وكانت علاقاتهم متزنة إلى حد كبير، وأؤكد أنه كانت يعني علاقاته بهذا الموضوع جيدة جدا، يعني بحيث أنه حافظ على هيبة الكرة العراقية وعدم الانجرار إلى أي نزاع. شوف، أنا بداية الحلقة حاولت أبعد موضوع اتحاد، اللي يجرنا لي مسألة اتحاد اي مو حتى هذا دليل انه انا من اروح للسعودية والعب بالسعودية عن اعلام رياضي. لا حتى الاعلام الرياضي هو يمثل اتحاد الكرة، لازم انه لا مو بالضرورة. انا اذا اقول لك على موضوع، وكل منصف لازم يعرف انه كحتى اعلام رياضي ما اعتقد انه يجي اعلام رياضي يروح للسعودية حتى يشترون حتى يجي يشترون للسعودية. انه من خلال 100 دعوة انقلب الاعلام كله صار مع السعودية. شوف يعني لا إراديا هيك صارت. يعني كيف إذا يعني شو يعني الإعلاميين متقلبين؟ مو متقلبين يا أخي، إعلام على مصلحة بلد يعني يلهث والله يلهث. يعني بأي صورة يروح الكورة ميسر شوية، خليكم لكم صورة متزنة. توجه كلامك إلى البعض اللي تعرفه أنت وأني أكيد. إذا ما هذول ما بيمثلوا الإعلام الرياضي بصورة كاملة، هم مصادرين المشهد الإعلامي الرياضي بالعراق. منو بصدر؟ عددهم عددهم إيه عددهم. وأنا ما عددهم تعرفوا وياي إنه بعددهم غير يصير عشائر. فأقول لك الإعلام العراقي للأسف يعني بأبسط الأمور يروح ينحرف عن مسار الحقيقي. شنو السبب وصلنا لهذه المرحلة؟ يعني ما أعرف، ضعف أسميه أنا. ضعف الشخص أو ضعف مؤسساتنا الإعلامية متهرّة؟ لا ضعف الشخص. إحنا ما نقول الإعلاميين اللي جوا. لا ما أعتقد هذا الكلام. والدليل على أنه هذا السبب، إحنا قاعدين مؤسسة الفرات اللي يمثلها بالجانب الرياضي مؤسسة الكرة، من المستحيل انه يروح وفد من 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 البرنامج السعودي للسعوديه ويروح يجمل موضوع معين. هو اذا واحد راح للسعوديه كتب حرف ضد السعوديه، حرف واحد تحدي اذا يعني اذا الامور طيبه وايجابيه ممكن واحد يروح يسال الاتحاد السعودي وين المدرب اللي غلط على المنتخب العراقي الشباب، راح نتحدث بهذه النقطه. لكن شلون اني اعكس هذه الصوره يا احمد، والمئة اعلامي شلون اختارهم، وشلون الاعلام يمثل الوطن خير تمثيل، وانت رحت هوايه. اول شيء راح يكون انه الشخص المختار راح يكون سياساته او منشوراته او هو كلماته مع السعوديه انه ما له سوابق، انه يكون محايد، انه والله العظيم انا اقول لك اخي راح يروح انا بالوفد. منو راح يخليها؟ خلي اشوف شنو الجواب. منو راح يخليها؟ لازم هيك ولازم هيك، هم القائمين عليها اكيد. اتحاد والسعوديه، جانب السعودي يكون يجيبون لنا واحد يحبنا. انا مره واحد يجي الشرطه اقول لك بالفتره الاخيره الموضوع الاعلامي على اتحاد كره القدم تعرفونه كلش قوي، واكو صحفيين واعلاميين يعني تناولوا الاتحاد بطريقه قاسيه. زين هذول ما راح يروحون للسعوديه، هم موجوده اسماءهم. طيب هذول ما يقدرون، الاتحاد يخاف منهم. اها يعني بهاي الطريقه. اكيد أنا أعرف صحفي قال ما راح يخلونا نروح. ليش؟ قال منشوراتي على السعودية. أخي إذا أنت قلت إذا أني شوف يعني هذا دليل على أن تحليل الموصل أكتب بالمناسبة اتحاد كرة القدم ما له علاقة بأسماء الصحفيين. قبض على قال راسل قالوا أنت لا تمسح منشوراتك. ما من يعني معقول اتحاد مؤسسة رياضية ما له علاقة الاتحاد. لا تنظر لمصلحة السعودية على حساب. لا 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 الجانب السعودي باوع عنده أسماء وعنده ناس هناك. لا لا مو صحيح هذا الكلام أبدا. والدليل اتحاد الكرة ما له علاقة بقضية الإعلاميين، المسؤول الوحيد على قضية الإعلاميين هو مكتب الإعلام واتحاد كرة القدم مكتب الإعلام. نعم المسؤول اللي يستلم. طيب وفق شنو أنت ذكرت لي معلومة انه العدد زاد ال100 وصل 150؟ هم راح يختارون استاذ علي. منو راح يختار؟ هم الجانب السعودي راح يختار. الجانب السعودي والاتحاد. لا 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 الاتحاد العراقي وللامانه وللانصاف ارسل جميع الاسماء اللي قدمت اليه اللي تنطبق عليها الشروط. يعني من اصل 150 ايش قد انطبقت عليهم؟ اكثر من 120. اها شلون راح اختار 100 من دول؟ سؤالنا هو سوي نقد نفسه بنفسه يقول 100 واحد اختار الاتحاد هم دازين 150 واحد. وشو المشكله اذا صاروا 120؟ وين المشكله اذا صاروا؟ يقول لك انا متحمل نفقات 100 السعوديه دازت لك كتاب. لا ما منطيه تاشيرات، التاشيرات لم تصل الى الان. الموضوع انه يعني حتى يكون الموضوع انصاف. لا الرقم حسين تحدث عن كتاب رسمي، انا استضيف 100 اعلامي. ماكو كتاب رسمي، انت شفت كتاب رسمي مكتوب ب 100 اعلامي؟ صارت الدعوه عن طريق مكالمه. لا 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 شوف حتى هسه الزميل ابو طيبه قال لك عن طريق مكالمه هاتفيه ما بين رئيس الاتحاد العراقي سيد عبد الخالق والسيد تركي آل الشيخ. لا يوجد كتاب رسمي. وشنو المشكله اذا الاتحاد العراقي خاطب
الجانب السعودي بانه يكون العدد اكثر من العدد. احنا موضوع التخوين هذا عايش ومتغلغل بداخلنا. اي شغله انا حتى احنا يعني مو ننزه نفسنا اي شيء انا ما اكر يعني اكرها. خل اخذ هذا الاتصال الزميل احمد الموسوي مدير عام داره العلاقات بوزاره الشباب والرياضه. مرحبا بك سيد احمد، ونتحدث عن الحديث قبلك كان حسين الخرساني يقول اي دعوه للوزاره ما واصله بخصوص المئة اعلامي وهي محصوره فقط باتحاد كره القدم. شنو معلوماتك عن هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك علي. حياك الله. وللزميلين أحمد بهادي وأحمد الغراوي. حياكم الله. طبعا الدعوات الرسمية الموجهة للإعلاميين أو الدعوة الرسمية اللي موجهة للإعلاميين من قبل هيئة الشباب ورعاية الشباب في المملكة العربية السعودية لم تصل سواء كانت للاتحاد العراقي أو لوزارة الشباب والرياضة. السيد رئيس الاتحاد ذكر بأنه حصل اتصال هاتفي بين سيد تركي آل الشيخ وكان هناك حديث على دعوة إعلامي. هذا الحديث سمعناه عبر وسائل الإعلام وأيضا بتصريح من المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم اللي وجه الدعوة عن طريق الاتحادات الفرعية لاستقطاب 100 اسم، وأعتقد بأنه زاد العدد عن الحد اللي تم الاتفاق عليه عبر الاتصال الهاتفي على حد قول الرئيس الاتحاد وكذلك البيان اللي صدر من الاتحاد العراقي. أنا أقول من وجهة نظري بأنه التعامل يجب أن يكون التعامل مع أوراق رسمية. مرينا بنفس الحالة اللي صارت في البصرة، يعني هناك لقاء بين المنتخب العراقي والمنتخب السعودي، استضافت وزارة الشباب والرياضة كتاب رسمي حولناه إلى المملكة العربية السعودية عن طريق هيئة الشباب والرياضة رعاية الشباب في المملكة. بدينا بيه أنه الاستعداد على احتضان 50 شخصية إعلامية سعودية في البصرة لتغطية مباراة المنتخب العراقي والمنتخب السعودي اللي كانت تاريخية، على اعتبار أن المباراة لم تقم في العراق منذ عام 1949 حيث قيمت بطولة الخليج في ملعب الشعب الدولي في بغداد. المنتخب السعودي زار المنتخب العراقي في البصرة وكان هناك حضور لـ40 إعلامي. احنا رشحنا 50، يعني احنا قلنا 50 بكتاب رسمي هم رشحوا 40 على اعتبار انه الـ40 هم اللي رشحوهم. لكن بس خلينا نتوقف عند هذه النقطة، قدوم الإعلاميين السعوديين إلى العراق، طيران، سكن، باقي التفاصيل كلها على حساب الجانب العراقي، صحيح؟ نعم، احنا توفرنا كل شيء، لكن الجانب السعودي قال لا، طائرة خاصة موجودة عندنا، ما نحتاج ان تبعثوا لنا تذاكر. لكن لو ما عندهم فكان العراق مستعد لدفع. نعم، وهذا الشيء اللي كتبناه في كتاب رسمي للمملكة العربية السعودية، احنا نتكفل بكل شيء من الطيران الخارجي والتنقلات الداخلية والسكن والإطعام وغير كل التفاصيل. حلو. وتكفلت وزارة الشباب والرياضة بكل التفاصيل. جيد. وبعد ذلك يعني قبل أيام صار اتصال هاتفي. يعني اتصلوا بي هيئة الرعاية في المملكة العربية السعودية، قالوا احنا راح نرسل الدعوة الرسمية عن طريق وزارة الشباب والرياضة على اعتبار انه الهيئة تخاطب والوزارة والاتحاد يخاطب الاتحاد، وهذا شيء رسمي معمول به في بروتوكولاتنا. طبعا ان اتت الدعوه عن طريق وزاره الشباب والرياضه، والاخوه وعدونا انه راح يكون هناك كتاب رسمي موجه الى وزاره الشباب والرياضه. زين. لكن كل هذا حديث. السؤال سيد احمد، السؤال اصلا بدايه الدعوه تركي آل الشيخ وهيئه الرياضه في السعوديه قدم الدعوه للجانب العراقي للاتحاد بالمشاركه المنتخب والمباراه في ايام الفيفا داي. أقول شنو علاقة الوزارة أن يرسل الجانب السعودي إلى الوزارة بهو المسؤول على إيفاد الإعلامي؟ ليش ما تكون القضية محصورة بالاتحاد وتحديدا الدائرة الإعلامية؟ ليش بالبداية يعني ما كان التعامل معاكم أصلا مثلا؟ لا، هو أصلا التعامل يعني أو الحديث بهذه الطريقة ربما يجرنا إلى تساؤلات أخرى. أولا إذا كنت موجود أنتم ثلاثة هسه بالاستوديو، يعني الأخ مقدم البرنامج والأخ حسين والأخ أحمد، زين، كان هناك مثلا قضية تتعلق بها هذه صار حديث، يا أخ علي سالم ممكن أن تتفضل تقدم البرنامج في هذا المكان، زين، وأنا أوجه دعوة أخرى سواء كانت العلي أو لأي شخص أختاره، زين، حسين أو أحمد، أنطيهم دعوة أقول لهم يا المكتب أو الإعلاميين ممكن يكون تسليط الضوء على هذا البرنامج وعلى هذه الدعوة، يا أبا أحمد الغراء ممكن أنه أنت تختار للأسماء.
او حسين البهادلي، هذا شيء وهذا شيء اخر. بروتوكوليا هيئه الشباب والرياضه تخاطب الوزاره والاتحاد يخاطب الاتحاد، اما عن نقول الوزاره شنو دخلها؟ هو احنا ما قايلين لهيئه الشباب تدزونا الدعوه. واضح. اذا جت الدعوه لوزاره الشباب والرياضه واضح. هو تساؤل اقول ليش هيئه الرياضه تتعامل هكذا؟ وفرضا خلينا نقول وصل الكتاب الى وزاره الشباب، عندك 3 موظفين اصلا هم رافضين التعامل مع السعوديه، شلون راح ينظمون دائره وشلون راح يكملون الاسماء وشلون راح يدزون؟ بالمناسبه اولا زين. التعامل بهكذا طريقه يجب ان يكون مهني زين. المهنيه تقتضي مخاطبه جهتين في العراق، الاولى الاتحاد العراقي للصحافه حلو اللي يترأسه السيد خالد جاسم، واللي هو جزء وهو نقيب نائب نقيب الصحفيين، نائب الاول لنقيب الصحفيين طبعا، وايضا الحديث مع السيد نقيب الصحفيين بارسال مجموعه من الصحفيين يمثلون العراق في تلك البطوله الرباعيه المهمه اللي تجمع العراق مع السعوديه والارجنتين والبرازيل. هذا الشيء. الشيء الثاني، هناك جهه اخرى اللي هي الاعلام المرئي. ف وفد الاعلام المرئي، يا اعلام مرئي منهم هم اثنين لا ماكو اثنين واحد. واحد ماكو اثنين زين. فالاخوه بالاعلام المرئي يجتمع مكتب او الهيئه الاداريه للاتحاد المرئي ويسمون مثلا مجموعه من الاسماء بالتنسيق مع النقابه زي. وايضا اتحاد الصحافه يسمي مجموعه من الاسماء بالتنسيق مع النقابه حلو. ويرسل وفد كامل اعلامي. يعني احنا ليش يعني اليوم انا جزء ما اعرف الصحفيين في سليمانيه او في اربيل، من اللي اعرفهم اكثر والاوليات موجوده وين؟ موجوده في نقابه الصحفيين وفي الاتحاد العراقي الصحافي. كذلك القنوات الفضائيه اليوم يعني المتحدث واحمد الغراوي والكثير من اللي يعملون بالاعلان المرئي، الاخ حيدر، الاخ طه، يعرفون وين يعملون، من اللي يعمل بالقنوات الفضائيه، من المراسل في السليمانيه، في اربيل، في دوك وغيرها من التفاصيل. هذه قضيه يعني انط الخبز الخباز، هو اللي اختار بعد خلاص. خلينا نشوف مداخله الزميل حسين البهادل وياك سيد احمد. تفضل سيد احمد، شلونك؟ اهلا ابو علي، شلون اخبارك؟ ان شاء الله بخير. الله يسلمك. خليك سيدي، موضوع انه الوزاره او اتحاد كره القدم هي تنظم موضوع الاعلاميين، هي مو مشكله اساسا، هو موضوع يعني هذا مجرد يعني تعاون ما بين الطرفين سواء كان الاتحاد او الوزاره. بس انا عندي طلب يمك، اذا الموضوع ذهب للوزاره اتمنى انه احمد الغراوي يكون ضمن الوفد اللي يروح من الوزاره، على اعتبار لان احمد هسه ايش قال؟ قال اني بالنسبه لي ما اروح للسعوديه، بس اذا كلفت بواجب اروح للسعوديه، فاتمنى انه انت تكلفه بواجب حتى يروح للسعوديه. لا انا ما اعتقد انه احمد الغراوي راح يكلف من قبلي للذهاب الى السعوديه. شكرا جزيلا سيد احمد. ذبحتها على قبله سيد احمد. لا ابو احمد، احمد ايش قال بالساعه؟ قال انا اروح للسعوديه ما عنده مشكله، بس اذا كلفت بواجب. اذا الوطنيه صارت وين؟ على جنب اخر، لان اهم شيء العمل الواجب اللي سواء كان حارس احمد الغراوي يا اخي، والله ما تحارب علاقتي بك يا سيدي. لا انا علاقتنا موجوده الحمد لله وشكرا قديمه من قبل الاعلام. وهاي يا اخي الولد جاي يدافع عن رايه وعن لا ولا هو انت هو هو حتى يقول له العافيه، حتى يقول له بارك الله فيك كذا، انت كذا انا متواجد هنا. لا ما تعرف مين يقول له؟ والله ما اعلم موضوع اعلاميين بين تواجدي هنا انا، فليش انا ما اقول؟ اكيد اللي هو اللي يعني يمثلهم هو راح يقول العافيه بارك الله فيك. تواجدي هنا بصفتي حسين البهادلي اعلامي رياضي، ولا ضير ان اكون وافتخر واتشرف ان اشتغل في مؤسسه اسمها اتحاد كره القدم، اللي اكون كل هالاحترام والتقدير لها، مثل ما اكون الاحترام والتقدير للوزاره ما دام حكينا بموضوع. ولا بس ملخصتك، ولا انتظر من احد ان يعني يسمعني كلمه عافيه او شكرا، لان الراي اللي موجود هسه اللي عندي هذا رايي الشخصي، ولا حل يتحمله حل احد، لا مؤسسه سواء كانت رياضيه او اعلاميه. ضيوف اثنينكم اعزاء محترمين، وما دام تحدثنا بهذه الجزئيه وصلنا لهذه المرحله، ليش هيك انقسم الاعلام على نفسه؟ وإذا أرد أسميها وكلكم تعرفوها إحدى أهداف الاتحادي لا لا بلاكس أقول لك حتى قبل دعوة المية إعلامي هو الإعلام. لا بالنسبة إحنا موضوع الانقسام الاتحادي الوزاري هذا موضوع خلافات عمل لا أكثر ولا أقل، بس بالنسبة إن كعلاقات صداقة وأخوة مستمرة سيد أحمد متواصل وياه دائما، أني رجال يشجع مانشستر والله يعينه على مانشستر في الوقت الحالي. بس أنا الموضوع أرد بس أقول لك شغلة، أحد الأخوة الثلاثة اللي 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 نزلوا بوستات في يوم اعلاننا انه موضوع ذهاب 100 اعلامي
لحد ساعة 2 بالليل في أحد الجروبات الرياضية كان يناقش من سيذهب، وهل أنه الشروط اللي موجودة عنده أو عنده عليه تنطبق عليه. سبحان الله ثاني يوم الموضوع انقلب وصار أنه أنا ما أروح للسعودية وكذا وكذا. الموضوع هو رأي شخصي، وأحمد اعترف أحمد، وأنا أحب يعني أحمد من اعترف قال أنه أنا غلطت ابنه. رأيي الشخصي، لا هذا الشخص مو أحمد، لا 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 يعني يا أم أزار يا أم أحمد، لا لا أحد لا أحد يعني اللي معارضين لهذا الموضوع يعني. مو بس ثلاثة معارضين، مو بس ثلاثة، لا لا هو معارضين. شوف والله العظيم الثلاثة اللي موجودين أنا بالنسبة إلي وتواجدي هنا ليست أنه أنا أنه سياسة الاتجاه المعاكس ولا لا، طبعا أحمد يدري أنه أحمد يعني ببيتي وانا اروح لبيته، يعني علاقتنا جدا، وهسه يخلص البرنامج شنو المشكله؟ اوكي انا عندي موضوع، بس هذا موضوع موضوع عمل بس يعني بدي اعرف منو هذا الشخص اللي كتب هيك. شو ثاني يوم احد الاخوه يعني لو ازهر له احمد؟ اي لا لا مو ازهر اكيد يعني احمد رحيم. لا احمد اخوي وصديقي، بس هو كان نتناقش، كان اكو نقاش بالموضوع بجروب الزميل روان الناهيل وجه له التحيه. كان هناك نقاش بهذا الموضوع، واحمد كان يناقش بهذا الموضوع، وحتى انا حتى علقت كتبت اخوان الزميل علي نور وجه له كل التحيه نزل منشور بالجروب قال انه مثلا احنا سياستنا مو ضد اتحاد كره القدم، بس احنا معارضين للعمل وبهذا احنا نروح. فانا علقت بالموضوع، كتبت اخوان اي شخص تتوفر بالشروط اللي راح تنشر هذا الموضوع انه خليه يعتبر نفسه متواجد ضمن الوفد الاعلامي سواء كان في بغداد موجود او في غير بغداد. انت راح تشوف الاسماء اللي راح تروح السعوديه وبعدين تعرف راح نشوفه. ولذلك انا سالت راح تحصر فقط بالمنتمين للنقابه والاعلام والصحفيين الرياضيين، لكن اذا كانت من وزاره الشباب والرياضه، لكن هو هنا السؤال لو جاء الكتاب الى وزاره الشباب والرياضه شلون راح يصير التعامل؟ يا احمد لك شخصيا اتحدث، شلون راح يصير التعامل لو الكتاب اجى للوزاره وانتم معنيين باختيار الاسماء وكلفت بالذهاب الى السعوديه؟ انت كلفت بالذهاب الى السعوديه، شلون راح تتصرف؟ لا انا لا راح اكون انا في ورطه بصراحه، في موقف محرج. اي اكيد، خاصه اذا واصل يعني مثلا منشور اكيد واصل. اذا قتلوني هناك بمكه، لا لا انا ما يقولون انتحر. بس هذا الموضوع هسه انا قلت لك انا اذا كان واجب يعني مكلف يعني ورزقي، تعرف انه اهم شيء رزقي. طيب واذا كان من وزاره الشباب والرياضه الاسماء اللي راح تروح شلون؟ اذا رزقي قلت وزاره، لا لا مو انت، مو راح اتكلم عليك انت، بالنسبه للاعلاميين الباقين هم راح تتغير نظرتك عليهم؟ اكيد اذا كانوا غير يعني غير مستوفين للشروط وغير اكيد راح اعترض. طيب اذا هم الاتحاد اقول لك هم المعروفين الاعلاميين، لا لا بالنسبه لا لا بالنسبه لي انا الاتحاد دخلنا في خانه انه اختيار من الاعلاميين من كل المحافظات، كل محافظه زين انت بالتاكيد ما نجبر المحافظه على تسميه الاعلام، شلون راح يكون؟ احنا كوسط رياضي اعلامي نعرفهم، هسه مثل البصره عرفناهم الاربع اللي راح يروحون. حلو طيب، حدر محمود عندك ديوانيه سماء وبابل سليمانيه حتى من اربيل بالمناسبه يعني دول راح نعرفهم من خلال اسم او اسمين، اذا ما نعرفهم راح نسال عنهم. زين هسه اذا راحوا 100 اعلامي ومن ضمنهم 80 تنطبق عليهم الشروط وهاي، و20 مثلا يروح كمصور، انت تعرف المصورين مال القنوات مثلا، قناه تريد تحدد لك مصور، مو شغل انا اعرف مصور. خلاص احنا اذا ما يزكون انفس الا الله. انت من تجي تعامل بقعد دقيقتين التخوين، خليه على صفحه بقعد دقيقتين لا اكثر ولا اقل. ال100 اسم ممكن ان نرسل 20 اسم واجهه للاعلام العراقي اللي يمثل العراق خير أتمنى تمثيل من القامات علي رياح وما شاسه ما بدي اسمي الباقيين نخسرها ب 10 اسماء مو 20 اسم مو صحيح والله يمثلون الاعلام الرياضي العراقي خير تمثيل صحيح. يعني اروح انا افتخر هذا جاي يمثلني هناك ممكن ما تقدر تجبر واحد يروح مثل ما تجبر احمد انه يروح. لا ذا قدمت دعوات تمت دعوات للمؤسسات كل الاعلاميين اللي موجودين تذكر وهم يعملون في مؤسسات صح؟ من انت توجه دعوه للمؤسسه مؤسسه الفرات انه الدز اقول لك انت ليش بعيد انت الوفد اللي راح للبطوله وفد المنتخب شفته منو موجود بيه؟ منو؟ ايش قريت الاسماء؟ اي منو عندك مشكله وياه؟ ها؟ منو ما عنده مشكله بس اعطيت واحد اسمه جودت، هذا منو جودت؟ اداري. اداري؟ انت ايه رايح؟ مو اعلام رايح بصفه اعلامي؟ ها؟ رايح بصفه اعلامي؟ منو هو؟ او حتى القائمه صار عليها اشكالات يعني يقول لك اللي نعرف اداري المنتخب هم خمسه حق ابو حقي ليش هو الاداري مو بس الاداري اللي يشيل جنطه ويجيب تجهيزات شنو اداري احنا نشكل على المنتخبات تقول ان والله الياباني تجي بوفد كلش كبير ومن يصير هم ربطنا باليابان لا مو انت خلي اخذ سيلفي مدام دي سولفور سيلفي ما سيد احمد المسوحل تحيه لكادر برنامج كره وللزميلين الرائعين البحاثي والغراوي اما بخصوص قضيه رفض بعض الاعلاميين بدعوة المملكة العربية السعودية
أعتقد أنه قرار غير صائب ويفتقد للدقة والتحليل، لأن العراق اليوم مقبل على الكثير من الملفات الرياضية وهو بأمس الحاجة إلى العلاقات والمشاركات، سواء كانت على الصعيد الإعلامي أو على الصعيد الرياضي. أعتقد قضية عدم الذهاب للسعودية كل شخص له رأيه الخاص، وإحنا ما نشرناه كإعلاميين برفضنا للذهاب لهذه البطولة بعد القرار اللي صدر باستضافة 100 إعلامي. يمكن هذا خلى أكثر من علامة استفهام، يعني تشظت الآراء، الكل انقسم الى قسمين، الاغلبيه مع الذهاب. انا كنت من بين يعني بعض الاعلاميين القلائل اللي رفضوا اصل الدعوه اللي توجهت لحضور 100 اعلامي عراقي الى السعوديه في البطوله الرباعيه. انا عندي تساؤل بسيط كلش، يعني الكل يتذكر وزاره الشباب والرياضه عندما دعت المنتخب السعودي وبرفقه عدد من الاعلاميين للحضور الى البصره، كان هدفنا واضح هو رفع الحظر عن الملاعب العراقيه. شكرا لجميع المتحدثين بما توقع من دقائق عدي. موقف مدرب شباب منتخب شباب السعودية وسب للاعب العراقي، يخلينا ناخذ موقف من الرياضة السعودية بشكل عام ونقاطعها، لو شلون من سحب من المباراة؟ العراق. من اللي سحب الفريق؟ رئيس الوفد اللي هو عضو الاتحاد. فهذا دليل انه مهما يصير انه موقف عراقي شافه اساءة لشخص الوفد انسحب، ورغم هذا ورغم كل هذا اجى امين سر الاتحاد السعودي واعتذر على تصرف لمدرب واكد على وجود عقوبات وانضباطيه بحق هذا المدرب. لكن صارت مواقف من صحفيين واعلاميين معروفين تجاه هذا الموقف قاطعه وقالوا بعد ما نروح اذا هيك الموقف بالسعودي. اكيد هواي اعلاميين يتمنون انه يعلنون عن انضمامهم لهذه الحمله اللي قدناها احنا والشباب. شاش منتظرين. بس يستحون، يخافون على مستقبلهم بالاعلام صراحه، يعني باش عقبه يقول كان راح اروح للسعوديه، شلون راح اواجههم؟ يعني اكو انني يروح بعد للسعوديه؟ اكيد يروح للسعوديه. ليش ما اروح حسن شاي من بالي اروح للسعوديه او اوصل او حج او حتى اوصل حتى للحج شاي من بالي اللي تغير الحكومه. يلا شكرا جزيلا لكم وحسين واحمد، وان شاء الله نلتقي بحلقات لاحقه لما تطلع القائمه والاعلاميين نلتقي. بس احمد ما يروح للسعوديه. مشاهدينا الكرام، شكر موصول لكم على حسن الاستماع والمتابعه. السلام عليكم ورحمه الله.